لا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو. لكن قبل ما اكلمكم على الكلاسيكو، عايز اقول لكم ان الصداره اتهز شويه. ريال مدريد اتعادل، فاذا بجيرونا يلحق بيه بعد ما فاز من جديد الانتصارات الكبيره العريضه بتاعته. وبرشلونه يفوز بصعوبه على بلباو عشان خاطر اقول لهم مش حاسبكم. اتلتيكو مدريد وكمان قال لك ايدي على ايدي يا حلو، وفاز على سيلتا فيجو بالبلايدس عشان خاطر تكون منافسه رباعيه على صداره الليجا حتى الان. بالتخصص تقدم اشبيليه بهدف عكسي، هو ال 12 في تاريخ امام ريال مدريد كاكثر فريق استفاد من الاهداف العكسيه امام ريال مدريد. لكن في مباراه ريال مدريد ال 3000 كان داني كارباخان بيفرض نفسه، سجل هدفه السادس في تاريخه مع ريال مدريد وخاطر ينقذ نقطه ثمينه جدا للريال. ريال مدريد لغى هدف في بدايه المباراه كان الهدف رقم 26 في تاريخه في الليجا، يترمي له بالفار حتى الان كاكثر فريق يحصل له الموضوع ده، وفارق كبير عن المقارب بتاعه هو اشبيليه اللي اتلغى له 15 هدف. ممكن الناس تبص لها من نظرتين، مؤيد ريال مدريد هيقول لك الفار مستقصد ريال مدريد، واللي ضد ريال مدريد يقول لك كان كل ده بيعدي لما ما كانش فيه فار. بالباو كان على بعد 10 دقائق بس عشان خاطر يحتفظ برقم اقل للفرق تعرضا للليجا في العقد الاخير للهزايم، باربع هزايم فقط، لكنه بعد الخساره تساوى مع ريال مدريد وبرشلونه بخمس هزايم لكل فريق بعد التوقف الدولي. الهزيمه جت على ايد مهاجم برشلونه الصغير مارتو جويو، اللي اصبح ثالث اسرع من يسجل في تاريخ الليجا في مباراته الاولى بعد ما سجل بعد 34 ثانيه فقط، ولا يسبقه سوى خورخي جالام من اوساسونا في 2009 في 29 ثانيه، وديجو جونزاليس من اشبيليه في 2016 في 30 ثانيه. بالباو كان افضل كتير في الشوط الاول بقياده الاخوين ويليامز، ومن وراهم واحد من افضل لاعبي المباراه ان لم يكن افضلهم ريال سالسيت، لكنه ما قدرش يستغل افضليته في الشوط الاول عشان برشلونه يقلب الافضليه لصالحه في الشوط الثاني بفضل التخلي عن اسلوب بناء اللعب البطيء، وخط الوسط بتاع برشلونه كان بيعاني بشكل كبير عشان خاطر الفريق يلجا للكرات المباشره وللدفاع الهجوم، واللي من احداها قدر الفريق يستغل كوره من نيجو مارتينيز لجو فيليكس اللي كان قدم مباراه هايله عشان خاطر يودي جويو في مواجهه مع يوناي سيمون اللي قدم مباراه كبيره لكنه خرج من المرمى بدري شويه، وجويو قدر يستغل الفرصه عشان خاطر يسجل ذكرى رائعه في تاريخه. جيرونا اصبح اول فريق يحقق 8 انتصارات في اول 10 مباريات غير ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد منذ فعلها اتلتيكو بالباو في موسم 55-56، وتاح بالباو اللقب، وكذلك فعلها بيتيس في موسم 34-35 لما حقق نفس الانجاز وفاز باللقب برضه. لكن اسبانيول في موسم 52-53 حقق نفس الانجاز لكنه طلع الرابع، فيا ترى جيرونا ممكن يطلع في المركز الكام السنه دي؟ مش محتاج اكلمك عن قوه جيرونا الهجوميه، فالفريق عادل يكون اقوى هجوم في الليجا، وده بفضل 6 دقائق صاع فيها المريا وقلب النتيجه من تاخر 2-0 في الدقيقه 37 لتقدم في النتيجه 3-2 في الدقيقه 43. الفريق عباره عن قوه كاسحه هجوميه وما تاثرش بتاخره، اللي دايما بيوضح ان مشكلته في دفاعه. عبقري انطوان جريزمان وعبقري قوي في طريقه تسجيل الجول الثاني امام سيلتا فيجو اللي فاز عليه الاتلتي ب 3-0. بالهاتريك ده قدر انطوان جريزمان يكون اكثر لاعب في تاريخ اتلتيكو مدريد يحصد له نقاط بفضل اهدافه برصيد 81 نقطه بعد ما تجاوز فرناندو توريس برصيد 80 نقطه. بس اللي لفت نظري جدا ان اللاعب رقم 3 في الترتيب ده هو انخيل كوريا ب 52 نقطه، والله العظيم لعيب اندر ريتد جدا. بشكل عام انطوان جريزمان اصبح خامس اكثر لعيب يحصد بفرق نقاط في الليجا، طبعا هو لاعب لاتلتيكو مدريد برشلونه وسوسيداد، بعد بنزيما صاحب المركز الرابع 130 نقطه، كريستيانو صاحب المركز الثالث ب 132، راؤول 142، وميسي 221. وصحيح ان ميسي يتفوق هنا، لكن انطوان جريزمان يتفوق في نقطه ثانيه انه عاد الرقم هوجو سانشيز كاكثر مرات بيقدر ان هو يسجل كل اهداف فريق في المباراه في 23 مره، وميسي متوقف رصيده عن 19 مره بس. ودلوقتي جه معادنا مع ورشة تشكيلة الجولة العاشرة من الليجا. في حراسة المرمى أليكسي رينيرو حارس ريال سوسيداد اللي كان ممتاز جدا وزاد على المرمى بشكل كبير عشان خاطر سوسيداد يطلع فايز أمام مايوركا اللي كان متفوق عليه، في سوسيداد واضح إن كان عقله مع دوري الأبطال. كان صعب جدا إن إحنا نتخانق على واحد من الظاهرين الأيمن دول. عشان كده ناول مولينا هيكون الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد موجود في التشكيلة، كان ظهير هجومي كاسح في مباراة اتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو، وداني كارباخال وديناه ظهير ايسر لانه صعب جدا يخرج من التشكيله، انقذ هدف اكيد لاشبيليه في الشوط الاول وسجل هدف التعادل براسيه رائعه في الشوط الثاني. كان في قلبي دفاع يمكن اكثر اسباب ان انا اختارهم هو قدرتهم ان هم ينقلوا فريقهم للنص الثاني من الملعب، انيجو مارتينيز امطر دفاعات اتلتيكو بالباو بالتمريرات ممتازه جدا، جنبت فريق خط وسطه صعب ومش احسن حاجه خالص في الوقت الحالي، والناحيه الثانيه سيرخيو راموس في اكثر من لقطه كان ليه تدخلات دفاعيه كويسه الى جانب محافظته على الكوره ونقل الكوره بشكل كويس جدا الناحيه الثانيه من الملعب. داني بيلد برضه يستحق التحيه في النقطه دي، لكن ما قدرناش احنا نختاره لان فريق برضه تلقى هدفين
تجاوزنا عن الموضوع ده. نص الملعب صدعتكم باليش جارسيا، لكن الراجل متالق ومستمر في تالقه بشكل كبير جدا مع جيرونا، لعيب مايسترو هايل جدا، وهو اللي فتح الطريق ان جيرونا يرجع تاني في المباراه. وجنبه هيكون ميكل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد اللي كان متالق جدا مع فريقه امام ريال مايوركا. مش هنطلق عليهم لفظ اجنحه، هنطلق عليهم لاعب وسط هجومي. انطوان جريزمان كان متالق جدا مع اتلتيكو مدريد، مسجل هاتريك وحاجه في منتهى العظمه. وجوان فيليكس كان ممتاز جدا مع برشلونه ولفت الانظار بشكل كبير جدا خلال المباراه اللي كان بيعاني فيها فريق، لكن فيليكس قادر واحد ان هو ينقل برشلونه بعض اللقطات الناحيه الثانيه من الملعب واهدى زملائه الكثير من الفرص. واخيرا جويو هو اللي قدر يستغل الفرص عشان خاطر يمنح البارسا 3 نقاط سنين. كان عندنا اكثر من راس حربه ممتاز زي ليو وبتستاو، لكننا اخترنا في النهايه ارتن دوفبيك لاعب جيرونا الممتاز جدا، قدم شوط اول هايل مع فريقه، كان خطير جدا، لعيب وحش في الملعب لكنه كمان عنده فنيات كويسه قوي. وانت بوديمير مهاجم اوساسونا اللي كان ممتاز جدا في المباراه اللي قدر فريقه يتفوق فيها في بدايه الجوله دي، وكان يستحق بكل جداره التواجد في التشكيل. دي كانت تشكيلتي في الجوله دي، حاولت اقنعك بمباراتي جميله، لو ما قدرتش اقنعك قول لي تشكيلتك ويلا بينا نتناقش في الكومنتات. الجولة القادمة هتشهد الكثير من المباريات القوية زي اتلتيكو بلباو وفالنسيا، أو الممتعة زي رايو فايكانو وريال سوسيداد، لكن لها صوت أعلى فوق صوت الكلاسيكو. الفريقين التقيا وديا في الصيف اللي فات ده، وقدر برشلونة يفوز 3-0، وفي كأس الملك السنة اللي فاتت بيعمل خسر زي 1-0 قبل ما يسحق برشلونة على أرضه 4-0. لكن في مباراة الليجا قدر الريال إن هو يفوز 1-0 في مباراة الدور الأول ويفرض صدارته على الليجا، لكن برشلونه بهدف كيسي قدر ان هو ينهي الليجا عمليا. هدف كيسي ده كان هو اللي انهى التتويج لبرشلونه قبل الاوان. الوضع الحالي مسخن بالاصابات ما بين اللي مش هيقدر يلعب مؤكد في مباراه الكلاسيكو، او في شك كبير جدا حول الحاوي بالمباراه، ليفاندوفسكي وبيدري ودي يونج ولاعيبه اخرين ممكن جدا ان هم ياثروا على مستوى برشلونه في الوقت الحالي، خاصه انه في رايي برشلونه خط وسطه لا يتمتع بافضل شكل ممكن في الوقت الحالي. هو في بناء اللعب فريق بيتمرد الضغط عليه، مش بيقدر انه يخلص الكره بشكل كويس لزملائه في الخط الهجومي، وكمان في المرتدات شفنا ازاي جابي، شفنا ازاي اوريون روميه بتنقل انذارات من اوريان سان سيتا متفوق عليهم في السرعه بشكل كبير جدا، هيلعبوا ريال مدريد، يعني الامور لازم يكون فيها اكثر حيطه وحذر من تشافي عشان خاطر الفريق ما يتاذيش زي ما اتاذى في بعض المرتدات في مباريات كتيره، مش بعض المرتدات حتى كتير من المباريات. قدر برشلونه وهو قدام الفريق الثاني او قدر الفريق الثاني قدام برشلونه ان هو يزيغ هجوميا جدا في المرتدات. اما ريال مدريد فتحس ان هو متذبذب، احيانا بيبقى الفريق كويس قوي واحيانا ما بيكونش في احسن حاله. انا مش عارف الوضع بتاعك في مباريات القمه عامله ازاي، لكن في كل الاحوال اعتقد ان ريال مدريد ممكن يكون شكله افضل في الوقت الحالي مقارنه ببرشلونه، لكن في الكلاسيكو كل شيء ما انتش عارف ايه وضعه، خاصه برشلونه هيلعب على ارضه. ريال مدريد بدا يتخلى عن فكره ان خوسيلو يكون موجود في التشكيله الاساسيه، فينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام بدا يتعاونوا بينهم بشكل كويس، لكن ريال مدريد ما زال فريق يفتقد الضغط بشكل مكثف على المنافس، بتحس انه ما زال الفريق بيتم كشف ثغراته ببناء اللعب العادي. كان مع برشلونه في المرتدات انه مشاكل كبيره جدا عنده، لكن ريال مدريد حتى وانت بتواجهه ببناء لعب عادي ممكن جدا تخلع عليه مشاكل، وده شفناه في مباريات كتيره فاتت. فالفريقين مش هقول ان هو في افضل حالاتهم ولا حتى في احسن حالاتهم، لكن كلا الفريقين ممكن جدا تشوفه مباراه عاليه ومباراه واطيه، وده برضه ممكن يدينا نوع من الاثاره والغموض ايه اللي ممكن يحصل في الكاسكو اللي منتظرينه فارس الصبر، وممكن جدا يكون واحده من المباريات الحاسمه للقب الليجا الا لو اتلتيكو مدريد او جيرونا ليهم راي اخر. كده يا صديقي تكون انتهت الحلقه دي من الليجا شو، اتمنى تكونوا استمتعتوا، ويا رب نستمتع اكتر بحلقه الكلاسيكو.